رجولة، وشنو بك على طولك؟ أبيك تب قدام الناس. يعني هتبغى أنا جيت كسرت أغراضك؟ عبد الله، عبد الله ليش تكذب يا عزيز واو؟ ترى الناس يتابعونك والناس يتابعوني. تكذب العالم يا عزيز واو، أنا عيب أسوي السوالف هذه. عيب أسوي أول شيء السوالف. أنا عيب أسوي السوالف هذه. عيب علينا، عيب عيب علينا. السوالف. مين لنا السوالف طيب هذه؟ هذه يمكن للوجدان، بس اللي انا اجي واكسر اغراضك والله عيب عبد عليك. الله اسمعني، عبد الله انا لو جيتك طيب ابشر من شقيق وادعي لك عبد الله، عبد الله استرخي 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 عبد الله استرخي هذا عيب، استرخي عبد الله هذا عيب استرخي. يا عبد الله. اسمعني اسمعني اسمعني، اللي بيدور مشاهدات ما يدور على حس حاجه ولا حس اي شيء. لا يعرف ذلك الغريب عني. عيب. طيب انا بتكلم الان عن موضوع عبد الله الزميلي، الصفحة رقم 17. أتمنى، منذ سنوات فكرت وما زلت أفكر في تصميم المجوهرات، وتقريبا أغلب ما أملكه من مجوهرات من تصميمي أو بها إضافات لي، ولكنني لا أحب التجارة ولا تستهويني. ولكن حينما انتهى بي الطريق والمطاف اتجهت إلى تجارة الشاي، وعندما بدأت في تجارة الشاي وجدت ذلك الشخص الجميل الذي اسمه عبد الله الزميلي. وعندما وجدت عبد الله الزميلي قال: أقرب هواياتك بعد الشاي الرسم، أقرب هواياتك بعد الشاي هو الرسم، مع أن يدي أصبحت ثقيلة لقلة التمرين وشرب الشاي. على فكرة محلات الشاي لا علاقة لي بها، وقد استغلوا لقبي من دون استئذان. كيف انت السلام عليكم. والشاي هذا وقار العدل، وقار العدل ارحب، وقار العدل عبد الله الزميلي بيرفع عليه قضيه، اتمنى انك يعني ما تدخل لان الموضوع واصل محاكم، والرجال صامل في الكلام هذا. رفع عليك قضيه انت؟ يقول يقول اول ما يفتحون المحاكم بيروح على طول. يا عسى ماشر بيروح باوبر. والله يا عزوز يقول بيده اعترف قدام العالم وقلت اني انا اكذب، والله يا عزوز ان الله تصل المحاكم. لا لا تكفى، لا لا تكفى، امسح بوجه الاخر، تكفى امسح بوجه اخوك ابو مرج. يلا رجال تو بادئ مشروع، ظلمني رجال تو بادئ مشروع. وهذه يا عبد الله، عبد الله، عبد الله الموضوع عند ابو مرج. يا عبد الله يرحم والديك يا اخي، ظلمني ظلمني قدام خلاص سام. ظلم ظالم ظالمني من اجواك تظلمني، انا اللي جيتك عاني. الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. ظالم لا لا عبد الله، عبد الله لا تقول كذا، عبد الله احنا اخوان. عبد الله الله لا يسامحك. انا بي اعترف قدام الناس انه اعترف عن ايش؟ اعترف. طيب قل لي وش اعترف عنه؟ طيب يا اخي عيب، يا اخي انت رجال، وش نبك؟ وش والله العظيم صدق يا وقار، يا اخي عيب، الرجال ما غلط عليك يا وقار، ليه تغلط على الرجال يا يا وقار؟ وقار الرجال ما غلط عليك، الرجال محترم معاك. انا ما انا حادثي، انا ما انا حادثي. الزميلي 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 تدري اني قلت له شوف شوف دقيقه 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 تدري يا وقار هو زعلان عشان عشان محل الشاي حقي، ترى هو مسوي السالفه دي كلها. قلت قلت دخل يا رجال يقطع رزقي، بيقطع رزقي. اسمعني، قلت له ليه ليه ما حطيت مهيت؟ وقال ما بياخذ اقطع رزق الزميلي. قلت له ليه ما حطيت مهيت؟ والله انا ابغى لك الخير بس ما تفهمني. قلت ليه ما حطيت مهيت؟ ما يبي يقطع رزق. اسمع اسمع اسمع، يقول عز واو، يقول عبد الله الزميلي جاء المحلي وكسر الكاسات كلهن وطش. انت يا وقار جيت المحل شفت الكاسات مكسره؟ شفت شيء مكسر؟ كلها برا متكسرات. قول عز واو اقول يا رب انه ما شفت كيف يا عبد الله اللي قال الكلام هذا وقار. انا ما يدخل ثاني. انا اخطيت عليك وكلمت عليك اي شيء يا رجال؟ انا ما انا حاسي، انا صوره تحاسي. يا عبد ما تخطيك بحر رمضان، جعله ما تخطيك بحر رمضان. تطشني بطريق جبان، اشرب مهيتو ونشرب كنت نشرب مهيتو. طيب انا انا بكمل بالكتاب هذا موجود الحقيقه والكلام اللي صار. انا بتكلم يلا ليه لو سمحت انا بد يا عبد الله الزميلي. ليه عزوز علي عزوز؟ والله العظيم يا اخوي وقار، اخوي اخوي ابو مرجي وقار العدل، ليش ما عدلت في الموضوع؟ ليش ما حليت الموضوع يا وقار؟ يا ولد انا يا اخي اسمك هذا يا ولد ايش ضحكني؟